صالح راح فيك على برنامج كورة، يعطيك العافية على هذه الزيارة. إيش اللي لمسته؟ إيش اللي شفته داخل غرف المصابين؟ الحقيقة أخوي عبد العزيز ما لمسته من أخواني وزملائي الجنود الذين شاهدتهم في فراش المستشفى لم يبدو لي أنهم مصابي حرب، قد يكونوا مصابي حادث، لهذا دلالة على أنهم الرجال، وعندما يشعر الرجل بأنه حان وقت الدفاع عن الوطن فإنه يذود عنه بكل ما أوتي من قوة. وجدت في وجوههم البشاشة برغم إصاباتهم قد لا تكون قوية جدا، لكن وجدت في وجوههم البشاشة ويتمنون الرجوع كما أتوا إلى المستشفى للاستطباب. أتمنى لهم إن شاء الله الشفاء السريع إن شاء الله، والرجوع إن شاء الله لمراكزهم كما عهدناهم إن شاء الله. أبو فهد، من خلال الزيارة وش أكثر موقف شدك في الزيارة؟ شدني الروح المعنوية العالية اللي حقيقة أنا استغربتها في نفسي. أنا لما أكون مصاب يكوني وأنا كلاعب يجيني اكتئاب، لكن كون مصاب من حرب ويجي البشاشة وقوة وجبارة القلب تكون موجودة عندك، هذا شيء ليس بمستغرب على رجال وأبطال وأبناء المملكة العربية السعودية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. أبو فهد، أخيرا وش رسالتك للرياضيين اللي عندهم تقصير في الجوانب هذه؟ لا أعتقد أن عندهم تقصير حقيقة، قد لا يكون عندهم الوقت الكافي، لأنه تعرف أنه من ضغط المباريات وضغط الدوري والرهاق والتعب وكذا، ولكن هذا لا يعني إغفالهم لواجب عليهم تجاه أخواننا المصابين في المستشفى، لكي نستمد منهم القوة ونستمد من معنوياتهم المرتفعة، لكي يعرفوا بأنهم أتوا من جبهة حرب ولم يأتوا من جبهة هزيمة من نادي منافس فقط، لا أكثر ولا أقل. أرجو وأتمنى من أخواني والرياضيين أن ينظروا وجوه الأبطال الأفذاذ، وكل واحد يتمنى الرجوع بعد شفائه من إصابته، وهذا ما نتمناه إن شاء الله.